هذا هو العصير ديالنا ديال الكيوي والمندرين او الليمون. كيف كتشوف العصير ديال الكيوي والليمون راه رائع، غزال غزال. شوفوا كيف تيجي فن 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 هانتوما، شوفوا الكثافه، شوفوا غزال وصحي صحي، يعني واحد العصير ما تشبعوش منه اخوتي. صراحه مش انا صراحه باقي زربانه باش نشربو عصير زوين وزوين المناعة وزوين للأطفال الصغار وزين زين لكل شيء. كيف قلت لكم ممكن ديروا الكيوي مع الحليب، ممكن ديروا مع الحليب، ديروا عصير بحال هكا بلاصه الليمون، ديروا فيه الحليب ولا تضيفوا العصير نتاع الحامض ولا ديروه مخلط مع الفواكه الاخرين. بزاف ديال الخدمه في هذا الكيوي، بزاف بزاف. ممكن تضيفوا في كيكه، ممكن موجوده في السوق. المهم اسمحوا لي، راه زوين والله اخوتي، لا زوين غزال. هذا العصير من العواصر العمل اللي راقيين وزوين ورخيص، ماشي شي حاجه غاليه. الليمون موجود تبارك الله دروكا، ونتمنى انكم تجربوه مع وليداتكم ومع ضيوفكم. وهانتوما شوفوا كيف الكميه اللي عطاتنا، تقريبا كيلو المندرين عطانا هذه الكميه. ونتمنى انكم تجربوا هذا الليمون، هذا العصير، هذا راه واخا بارد الحال ديروه لوليداتكم. انا واخا بارد الحال عزيز عليا العصير وكنديروه دائما، ونتمنى انكم تجربوه من هذا من العواصر اللي كنقدم لكم في هذا النهار. وشكرا لكم على التشجيع، وما تنسونيش اخوتي بالبصمه، ما تنسونيش بالبصمه، الله يخليكم، فضلا منكم ما تنسونيش بالمشاهد اكثر. وشكرا لكم، بارك الله فيكم، هلي خطيكم عليا والله يجزيكم بخير. وشكرا للناس اللي دخلوا لي التعليقات، بارك الله فيكم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ كل شيء بخير؟ كيف دايرين الوليدات؟ لاباس عليهم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وحبابكم بخير وعلى خير. ومرحبا والف مرحبا عند شهوات الدار. قبل ما تدخلوا اخوتي لهذا الفيديو، ما تنساونيش بواحد اللايك، الله يخليكم. وبالنسبه للناس الجدد، ما تنساوش ني تبركوا لي على الزر نتاع الاشتراك باش تشتركوا معايا في هذه القناه الى عجبكم هذا المحتوى. ومرحبا بكم والف مرحبا، وما تنساونيش بالبصمات، الله يخليكم، تشجعوني وطلعوا لي هاد لا فيديوهات اللي عندي، بارك الله فيكم، الله يخليكم. المهم اليوم جيت ندير معكم واحد العصير غزال 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 فن، يعني واحد العصير ما زعما اللي جربوا راه ما غاديش يندم عليه. وغندير لكم العصير ديال الكيوي والمندرين. عصير الكيوي والمندرين راه عصير لا يعلى عليه، وزوين الا جربتوه راه ما غاديش ندموا عليه. بسم الله على بركه الله، غادي ندخلوا دابا عندنا الكيوي عادي، الكيوي اللي كيتباع الكيوي، وعندنا المندرين عصرناه، او الليمون اللي موجود، المندرين ولا الليمون، وعندنا السكر. هادشي اللي كان، هاد جوج المكونات هما اللي كاينين في هذا العصير، يعني عصير خفيف ما فيه حتى شي حاجه. كيف كتشوفوا هنايا غادي عندنا الكيوي، غادي نقيوه حيت هو اصلا حتى تبغي ديرو في العصير عاد نقيه، ما يمكنش نقيه من قبل دغيا، هو حساس. غادي نقيوه بحال هكا، نتمنى تكونوا كتشوفونا بحال هكا، وغادي نقردوه هانتوما بحال هكا، وكنديروه في الكاس العصير، كنعزلوه بعدا الكيوي اللي كيكون طايب شويه. كلشي كيتطحن صافي، كنبقاو كنقيو هانتوما. نقسمها على جوج كيويه وكنلوحها في الخلاط، غنضيفو عليها الليمون، وسميتو عصير ساهل وزوين المناعه. واخا تيكون بارد الحال العصير مهم، هاد العصير تاع الليمون كيطلع المناعه وصحي. هانتوما بحال هكا كنقسموها، كنضيفوها في الخلاط، نكملو الكميه. شوفوا هاد الكمية اللي عندنا هنا، هي شتو، غادي نقيو وغنضيفو الليمون هانتوما،
نعطيو الخليط كله يتحل لينا. نديرو كميه ديال السكر اللي بغينا، السكر على حسب الحلاوه، الا ما كنتوش كتشربوا الحلاوه ما ديروش سكر، يعني السكر على حسب الخليط اللي بغيتو. ها نتوما شتو طنطحنو، عاد غادي يبان. نكملو التنقيه ديال هاد الكيوي ونرجعو معاكم. يبا الا بغيتو ديرو مع الليمون، بغيتو ديرو مع الحليب ممكن ديرو مع الحليب. انا غادي نقي هاد الشهاد مزيان نكمل. وشكرا على التشجيعات ديالكم. بحال هكا تقريبا درت هنا شي 5 الكيويات ولا 6 على حسب اللي بغيتو نتوما. بغيتي يجيكم خاطر يعني ثقيل راه كديروا غنمشي نطحن، ما بغيتش نصدعكم بالخلاط ديالي، غنمشي نطحن وغادي نرجع باش نوريكم كيف جانا العصير. وشكرا لكم. هانتوما كي كتشوفو المحمصة ديالنا محمصة وسنتر. هانتوما كي تتشوفو هاد الكسرية، كسرية زوينة. هانتوما غزالة بالحليب، وممكن تزيدو الزبدة. أنا زدت الفرماج، درت فيها الفرماج والحليب. غزالة وبنينة بنينة بنينة بنينة، مشعيت عليكم. واخا تنحل لي على هاد حيت سخونه وكتطلع البخار. شفتوا البخار؟ ها شفتوا البخار كتطلع سخونه، داكشي علاش كتطلع البخار. نتمنى انكم تعجبكم. ها نتوما معلكه ولذيذه. السلام عليكم، مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ الصحة لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم شهيوات الدرجة ندير معكم واحد عشيوة خفيفة ظريفة كتجي لذيذة. ما غندير معكم المقارونية أو لسان العصفور مع المحمصة. لسان العصفور لسان الطير، حنا نقولو بالمغربيه نقولو لسان الطير، والمصريين يقولو لسان العصفور، وحنا نقولو المحمصه. محمصه هادشي اللي كان. غنديرو واحد العشيوه خفيفه، وغنديرو هاد المقارونيه وغنديروها بالحليب، نديروها بالحليب ونديروها بالفرماج. يعني طريقه سهله وكتجي لذيذه وكيحبوها الاطفال وكلشي. المهم عشانه خفيف ظريف، انا جبت هاد النوع هذا. كتجيبو هاد النوع فيه تقريبا الباكيه كيكون فيها نص كيلو. انا هنايا السانطير هذا كيف كتشوفوا، هذا السانطير وهذا المحمصه. يعني غندير باناشي باناشي ما بين السانطير وما بين المحمصه، تقريبا كيطيبو قد قد. ها نتوما هذا السانطير وهذه المحمصه، شفتوها؟ كنديروا هاد المقارونيه كنديروها في الماء، في الماء بارد من الروبيني. يعني الماء ما كيكونش طايب ما كيكونش غليان، كنضيفوها في الماء بارد وكنزيدوا شويه الزيت في داك الماء بارد وكنخويوه بمره. ما كنخليوش الماء يطيب بحال المقارونيه وبحال سباغيتي وبحال بحال ديك المجعبه. بالنسبه للسانتير والمحمصه كيطيبوا قد قد، حتى هما كيشدوا شويه الطياب. السانتير كيشد الطياب والمحمصه كتشد الطياب، يعني كيشدوا الطياب بجوج. غادي نديروهم في الماء، نجيبو شي قدره غادي ندير فيها الماء وغادي نضيفو فيها الزيت. او كتعرفوا كيفاش دايره المقارونيه، كيفاش كنطيبوها وكنمشيو كنديروها في الماء. صافي كنزيدوها في الماء وكنردوها فوق البوطه طيب لينا. ها نتوما ما كاين ما نخبيوها.
كنديروها في الماء، درنا الزيت، غنضيفوا شويه ديال الملحه وردوها طيب لينا ونرجعوا باش نديروا فيها الحليب والفرماج. المحمصه ديالنا هي طابت مع سنتر، هانتوما شوفوا المحمصه كطيب زوينه، شوفوا ها هي كدايره فنه فنه، ها هي طابت. هذا باش ما غنديروا ليها، غنزيدوا فيها الحليب، حليب يا حليب، غنزيدوا الحليب. كنمشي وحده البوطه، الدخان ديال البوطه كيطلع لينا في التليفون. هانتوما زدنا فيها نسيطرو الحليب، يعني نسيطرو الحليب خصها دير فيه. هانتوما كنبقاو نحركو وكنزيدو الزبده، الا عندنا الزبده ممكن نزيدو الزبده. هانتوما كنخليها واحد شويه تغلى، شرب ليا هاد الحليب شويه، وكنزينها في الطبق، نديرها بالزبده ولا العسل ولا اللي موجود. اللي كيبغي حلاوه ممكن يضيف العسل. هانتوما نخليها تغلى، هادي راه محمصه ولساني العصفور، يعني بحال بركوكش بالنسبه لخوتنا الجزائريين تيقولوا بركوكش، حنا درنا هنا لسان الطير وبركوكش محمصه، حنا نقولوا محمصه كل واحد شنو يقول. نستناو حتى طيب شويه شرب لينا الحليب وصافي، نطيب نحطوها، ما فيهاش حاجه كثيره، زدنا المليحه وكل شيء. دابا ممكن نديرو زبيده، ممكن نديرو الزبده بلديه الى عندنا، وهذا الشيء طيب لينا ونرجع نحطوه في طبق التقديم، نخليه شويه كيغلى. شفتوها؟ شفتو لسان سميتها محمصه، محمصه ولسان الطير، ديره منهم باناشي 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 هنايا. المهم سوا الضيف تقدم لكم شي حاجه اللي بسيطه وكتجي لذيذ. هذا عشاء خفيف كيحبوه الوليدات وكياكلوها. نخليوها تشرب ومن بعد نديروها في الطبق التقديم، وما تنساوش واحد اللايك، الله يخليكم، ما تنساوش شي لايكات لايكات لايكات، ما تنسوهم يا حبايبي، الله يخلف عليكم. نخليوها تغلى واحد شويه ونمشيو. شي بعد الدار ديما كتبين لكم طنجرتها دائما نطبخو. هذا نقدموا لكم هذاك الشيء اللي كنديروا لوليداتنا خوتي، ما تعيبونا ارجوكم يا حبيبي، داك الشيء اللي كنديروا وليداتنا كنشاركوا معاكم. كيف ما حنا كنقدموا داك الشيء عندنا. المهم في نفس الفيديو غنقدموا لكم واحد العصير ديال الكيوي والمندارين، واحد العصير فن زوين 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 زوين. المهم هذاك العصير تقدروا تشربوه الصباح، تقدروا ديروه مع حليوه مع اللي بغيتي. انا نمشيو باي باي، وتنقدموا في طبق تقديم، الى اللقاء.